مساء الخير عليكم. النهاردة في حلقتنا أسرار من طبيعة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ونبات مهم اسمه لسان الحمل. طبعا في نباتات كتير قوي فيها فوائد كتير، وإحنا النهاردة هنتكلم كل ده مع الدكتور محمد الجزيري. مرحبا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. النبات ده طبعا ليه فوائد كتير قوي، فإحنا حابين الأول بس لازم نعرف إيه النبات ده. لازم نعرف الناس إيه هو النبات ده. النبات ده أصلا من النباتات المهملة جدا في الوطن، يعني في مصر بالذات، بس الوطن العربي والبلاد اللي هي الأوروبية بتستعملوه، بيعملوا منه مزارع كتيرة وكده. هو أصلا اسم العشب أصلا لسان الحمل أو ذنب الفار أو المصاصة، فهي ديت عشبة جميلة وفيها يعني بيمتد من ألياف ومواد مضادة للأكسدة، فهي بتفيد الجسم في حاجات كتير داخلية وخارجية. تمام، هو ليه فوائد تبع مثلا كورونا او البرد او نزلات البرد او بمناسبه ان احنا بقى دخلنا على فصل الشتاء، فده اصلا في تحسين الجهاز التنفسي والحد من الاضطرابات، فبيقلل الكحه خالص بنسبه كبيره، والناس اللي هي المدخنه فهي لما بتستعمله اصلا كمشروب المنقوع بتاعه فبيفيد بطريقه جامده، بس ده يفضل الاستعمال على طول، يعني بتشربه الصبح وممكن تشربه كذا مره في اليوم، اصل ده ملوش اصلا اي اعراض جانبيه، فنبته موجوده ونبته متناول الجميع يعني وبلاش تقريبا يعني. تمام، اقدر اعرف بس البيئه اللي بينمو فيها النبات؟ هي اصلا دايما النبات ده في بيئه المناخ يكون معتدل، وهو اصلا موجود عندنا في مصر، موجود بكميه، موجود بس في للاسف مصر. اصلا انا طبعا عشان بدور على النبته ديت وكده، هي موجوده معايا. ممكن نشوفها؟ اتفضلي. النبته ديت اصلا فيها كذا حاجه، يعني بها ورق وفيها اصلا اللي هي الثمره بتاعتها وفيها جد كل حاجه بتستعمل من النبته ديت، حتى كل يعني حاجه ليها استعمال. طبعا يعني مثلا ديت اللي هي الثمره بتاعتها بنستعملها، اللي هو الحبوب بتاعتها بتستعمل في التخسيس، المغلف بتاعها في عمليه انقاص الوزن، والورق بتاعها ده بيستعمل طبعا في نزلات البرد وفي طبعا لما يكون ارتفاع درجه الحراره، في تضميد الجروح لان اصلا نبات قاتل للبكتيريا تماما. بيستعمل كمان اللي هو الجدر بتاعها دوت، اصلا لما نيجي نستعمله كده بنستخلص منه الزيت. الزيت ده اصلا مفيد جدا للناس، اصلا في ناس كتير جدا بتعاني من الشعر الزياده اللي هي بالنسبه للستات، يعني عندهم هرمونات الذكوره عاليه، فبيطلع اصلا شعر في الدقن في الوش في طب يعالج ده؟ طبعا مستخلص الزيت بتاعه، ما اي نبته دايما النبته دي مستخلص الزيت بتاعها هو الخلاصه، فاحنا هناخد مستخلص الزيت ده وندهن منه، يعني هي الست بتدهن منه ليلا، يعني هو جايه تنام كده، فطبعا اللي مثلا درجه الشعر ده 100%، يعني اول مره ممكن نجيب 25% هي بتستعمل، واستعملت الليزر وكده ما بيشيش كل الشعرات اللي هي موجوده، بيسيب لها اثر، فالنبته ديت اصلا الزيت بتاعها بيعمل عمليه اصلا قفل المسام وبيشيل البوصه نفسها بتاعت الشعر، بيموتها وكده، فطبعا بتبقى حاجه جميله وبتبقى اصلا بيدي نضاره للوجه وشاشه كده. بيتم وضعه بالليل بقى يعني. ليلا. الحاجات ديت بتتم وضعها ليلا، اي اللي هو الزيت بالذات وكده عشان بتستعمل ليلا كده. الحاجه في حاجه واحده بس اللي هو النبته ديت الزيت بتاعها بيستعمل في حروق الشمس، اللي هي الناس بتبقى طالعه من المصايف وفي سرطان، الشمس بتعمل سرطان جلد عشان الميه المالحه والحاجات ديت، فالزيت بتاعها ده بيستعمله كده وبيجيب مفعول سريع في نفس الوقت. تمام. طيب يا دكتور، هو العشبه دي ليها اي اعراض جانبيه؟ لا مفيش خالص، الاعراض الجانبيه بتاعتها تقريبا معدومه، يعني ديت من ده يعني عشان كده مميزه جدا، لان اصلا الناس المفروض الشركات اصلا بتاعت اللي هي بتعمل الشاي والحاجات ديت تبص للنباتات ديت وتعمل منها شاي، يعني تعمل زي ما بتعمل اليانسون القراوي او تعمل برضو من النباتات ديت منها مشروب ومنها علاج. عشان طيب. ما لهاش اي اعراض خالص، يعني اعراضها الجانبيه تقريبا صفر، يعني مفيش اعراض جانبيه موجوده. طيب يا دكتور، حضرتك تنصح الناس ان هم يستخدموا يعني الحاجات الطبيعيه دي، الاعشاب الطبيعيه، ولا ان هم يستخدموا ادويه؟ البرنامج ده اسمه من اسرار الطبيعه، يعني احنا بنجيب دايما حاجه دي سر من اسرار الطبيعه. فالحاجات دي موجوده، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ده يعني جاب 1000 دواء ليه، احنا بقى انت بتستعملي الدواء اللي هو يناسبك. فالاعشاب دي موجوده وربنا خلقها لينا، يعني يسر الامر لينا وكده اللي احنا نبدا يعني نشوف اصلا ايه اللي يناسبنا في الحاجات ديت وبنستعمله. ودايما الاعشاب هي الحاجز الاول للمرض، لما يكون اصلا في مرض وكده وبتستعمل العشب في الاول مثلا خلاص بيجيب نتيجه، طب بس لو في الاعراض مثلا زادت لا يبدا بقى ياخد اللي هو الطريق الثاني اللي هو يتعالج ويشوف التحاليل بتاعته ويشوف الحاجات ديت. هي حضرتك تنصح بان الناس يستخدموا اكتر يستخدموا بس بالطريقه الصحيحه؟ ما هو لا بص، دايما ممكن انت تستعملي الحاجه الصح
بس تستعملها بطريقه غلط فما تجيبش نتيجه. حسب بقى الحاله يعني. بصي اولا اي نبته عشبيه لها طريقه تخزين معينه، يعني دايما ان في ناس بتحصل في خطا اللي هي اصلا الشمس ده تستعملها في عمليه التجفيف، لا لا خالص. عشان تستعملي اي نبته في عمليه تجفيف اللي هي مثلا تخليها لدرجه اللي انت تعملي منها يعني تشكليها زي ما انت عجينه، تشكلي منها مشروب، تنشفيها، فدايما يكون في درجه الظل. يعني مش اولا لما بتيجي اصلا تتجفف بتتجفف بالزيوت بتاعتها، ماشي، لما تيجي اصلا تحطها في الشمس خلاص الزيوت بتاعتها بتطير اللي احنا بندور عليها اللي هي فيها استفاده كامله مش تلاقيهاش موجوده. فدايما بندور بس ان الناس تستعمل النبته صحيحه، والعطار برضه يستعملها بطريقه مظبوطه وبطريقه اللي هي اصلا تفيد الناس، وهو يبقى يتكلم عنها يعني يعرف المواد الفعاله بتاعتها، يعرف هي بتفيد ايه وكده. فاحنا بنتكلم النهارده على يعني يعتبر عشبه من 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 اهم الاعشاب اللي هي موجوده في مصر وكده، يعني بما تحتويه من مواد فعاله قويه جدا. العشبه ديت اصلا بتضمد يعني الجروح اللي هي اصلا فيها بكتيريا جامده، مجرد انت ما بتحط الورقه على الجرح تقريبا فيها من مضاد حيوي مكوف فبينشف الجرح تماما. العشبه ديت اصلا بتستعمليها في التخسيس الورق بتاعها. دي كان سؤال مهم جدا هسأله حضرتك عليه. طبعا ده عشان طبعا اكيد دي حاجه مهمه قوي للسيدات يعني. بس حضرتك مش عايزه تخسيس ولا حاجه؟ لا لا تمام. لا في ناس كتير قوي دي حاجه مهمه جدا للسيدات يعني، التخسيس طبعا في كتير قوي الموضوع ده مهم عندهم. فده ايه ده؟ التخسيس ده اصلا ده مرض العصر. بس انا هقول لك ده السؤال المهم بقى. هقول لك على حاجه، التخسيس ده اقول لك يعني حضرتك مثلا وزنك الجميل ده لو انا جبت ليكي مثلا خروف مثلا وكلتيها وزنك هيزيد؟ لا طبعا. لو انا جبت واحد مثلا السمنه مليانه ومنعته عن الاكل هيخس؟ لا مش هيخس طبعا. مش هيخس اكيد. يبقى احنا اصلا التخسيس ده لازم الناس تفهم يعني ايه تخسيس تستعمله صح. اولا عشان تعملي عمليه حرق للدهون لازم اصلا ضربات القلب عندك ترفع ل 145 نبضه، هو اصلا من 60 ل 80 تمام. انت عشان تعملي لازم تعملي رياضه، فالتخسيس يبقى اول حاجه لازم تمارسي الرياضه وتداوم عليها. لازم تعملي عمليه اصلا انتظام يعني تنظم اكلك، يعني ما تبقيش انت تاكلي انت عايزاه بس رياضه. اصلا هقول لك على حاجه، لاعب الكره ده لما مثلا بيخش يلعب كره وكده وزنه زياده المدرب بيعمل ايه؟ بيخليه اصلا يعمل تمرينات رياضيه ماشي، اللي هو اصلا يقلل وزنه ماشي، بيعمل عمليه حرق للدهون، بيعمل تمرينات رياضيه بطريقه معينه فبتزيد اصلا ضربات القلب فبين عمليه سهر للدهون تمام ماشي. بيستعمل اعشاب بس بتساعد اللي هو بتاع التخسيس ده. وبعدين الاول التخسيس ده اراده، انت حضرتك عندك اراده اللي انت تخسي خلاص هتخسي. مش عندك اراده خلاص، لو انت حتى كل السبل متوفره ليكي والاعشاب هتملي المطبخ بيها مش هتخسي. طيب يعني نقدر نقول ان ده كده علاج وممكن يكون كتجميل كمان يعني كسيدات للوجه والتخسيس احنا اصلا لو استعملنا الاعشاب دي بطريقه صحيحه هنقول ده عن مستحضرات التجميل وده عن الشامبوهات. احنا بص دي طبيعه واحنا بنتكلم ده من اسرار الطبيعه. فالاعشاب ديت اصلا نستعملها ازاي؟ ما احنا دايما مستخلص العشب زي ما قلت هو الزيت، فاحنا نجيب الزيوت بتاعتها مثلا زيت والخل اللي هو المجموعه ايه مثلا احنا بنتكلم مثلا على البقع مثلا الموجوده في الوش او البذور او السواد اللي تحت العين. فاحنا بنستعمل اصلا من العشبه ديت اللي هي لسان الحمل ديت، فاحنا بناخد المستخلص الزيت بتاعها والخل، بناخد مستخلص عشبه روزماري انا جايب اللي هي الورق اللي هي عشان بس الناس تعرف شكلها ايه ماشي، بناخد الزيت بتاعها والخل بتاعها ماشي، بناخد اصلا زيت الزيتون ونبدا نستعمل الحاجات ديت الخليط الزيت ده ونستعمله ليلا. ليلا دي بتدي اصلا يعني انا مش مطلوب منك ان انا اقول لك مثلا اقعدي 3 4 ساعات وتتعذبي علشان تقعدي الزمن عشان يشيل يبقى ايه، لا انا بقول لك ليلا دوت بياخد الوقت الكافي بتاعه عشان يخش اصلا على المسامات ويبدا يظبط الدنيا اللي هي تعمل تغيير كعمليه تغيير للبشره يعني. طيب دكتور هو نقدر ازاي او فين بالظبط نلاقي النبات ده؟ النبات ده موجود في مصر بالكامل وموجود اصلا يعني ده قلت لك في المناخ المعتدل. في اماكن معينه طيب؟ بص ما فيش اجمل من مصر في المناخ. أكيد. مصر ديت مناخها جميل جدا، فبص تمشي في اي مكان في مصر هتلاقي العشبه دي موجوده وببلاش حاجه ببلاش. يعني انت اصلا احنا طبعا احنا في ظل العلاج اللي هو طبعا علاج ارتفع اسعاره جدا كده، مع هي دي الفكره يعني ان ده كمان هيبقى موفر اكتر دايما بنتكلم عن العشبه اللي هي اصلا مفيده للناس وبنبينها. يعني بنقول مثلا والله العشبه ديت مستخلص الزيت بتاعها بيعمل كذا، العشبه اللي هي الورق بتاعها بيعمل حاجه معينه في الجسم، اللي هو الثمره بتاعتها بتعمل كذا، فاحنا بنبين للناس هم احرار هم يستعملوها او ما يستعملوهاش، فكل واحد حر يعني. بالظبط. اتفضلي. بس انا شايفه في نبات تاني بقى ده ايه؟ ما هو ده روزميري. ده اصلا العشبه ديت اصلا كنت انا عملت عليها حلقه فالناس طلبت اللي هي اصلا تشوفها
طبعا العشبه دي موجوده، والعشبه دي انت اصلا مجرد ما تشميها فبتعمل عمليه هدوء اعصاب رهيب، يعني دي هتمنع المشاكل على فكره الزوجيه، ومش هيبقى في مشاكل بعد كده، الناس مش هتتخانق، ومش هيبقى في طلاق ولا في حاجات من كده. العشبه دي جميله على فكره. طيب احنا بس معانا بعض المداخلات دلوقتي. اتفضلي. تمام، معانا جمال من الشرقيه. الو استاذ جمال، اهلا وسهلا. استاذ جمال. الو. ايوه معاك يا فندم. ايوه اتفضل معاك. اه يا دكتور. معاك يا حاج جمال، اتفضل. مع دكتور محمد. اتفضل. انا بسالك بالنسبه حدايا بموضوع العشبه ديت عشان البرد. تمام في حدايا برد، يعني استعملها ازاي؟ ماشي هقول لك انا، اتفضل. الدكتور هيرد عليك. ماشي. العشبه ديت اصلا احنا داخلين على فصل الشتاء، طبعا السؤال بتاعه مهم جدا. وداخلين طبعا على امراض الشتاء ديت وما يشابه امراض الشتاء من انفلونزا وسخونيه وكحه والحاجات ديت. فالعشبه ديت اصلا لو داوم على استعمال المنقوع بتاعها اللي هو الورق بتاعها دوت كده، هتجيب طبعا معاه فوائد يعني لا تعد ولا تحصى، في التهاب الحنجره والتهاب القصبه الهوائيه والكحه وضيق التنفس، الناس اللي مدخنين كده هتبص لها جايبه معاه فوائد جامده جدا، لان اصلا ديت يعني هي فيها حاجات فعلا بحاجز الحاجز الاول الكورونا يعني. بس احنا قلنا بنلاقيها في المناخ المعتدل، فده موجوده بس هتبقى موجوده بقى في الشتاء. يا اقول لحضرتك على حاجه، يعني ما انا قلت لك احنا في مناخ معتدل، مصر ما فيش اجمل منها في المناخ طبعا. فاحنا اصلا هتلاقيها مثلا في كل مكان، يعني في كل مكان موجوده هي اصلا، لو مش هيلاقيها بس هو يعرف شكلها. يعني اصلا العشبه دي موجوده اهي، هي موجود فيها شكلها. كذا حاجه يعني اهي موجوده اهي، طبعا هم شايفين شكلها كده على الكاميرا اهي، الورق بتاعها والعشب ده موجود، وموجوده في فصل الشتاء اكتر من الصيف، وهي اصلا بتحتاج فصل الشتاء عشان الموضوع البرد والحاجات ديت كده. على فكره بتعمل حاجه تانية جميله للست اللي هي والده، اللي هي اصلا طالعه من ولاده جديده وكده، يعني بتشيل اصلا النزيف الاولي اللي هو بيبقى بعد موضوع عمليه الولاده والبشيمه والحاجات ديت، وبتعمل عمليه تنظيف للرحم تماما. فاصلا بس هي تداوم على العشبه ديت، ومش مضره خالص، ملهاش اي اعراض جانبيه، بحيث اللي هو الطفل الصغير يعني. احنا لما احنا اتكلمنا قبل كده على حصل بان ده، قلنا اللي هي الست اللي اصلا بترضع ما تستعملوش، لان هو هيأذي الطفل الصغير وكده يعني. بس احنا بنقول احنا الست اصلا دي تستعمله، لان اصلا بيرفع المناعه بتاعه الجسم، وبخلصها من اللي هي الحاجات اللي هو الالام، لان اصلا ديت مضاده للالتهابات وكده يعني. الالام بتاعته كده بتشيلها تماما، بتشيل اللي بتريحها خالص يعني. تمام. والروزماري بقى ده؟ الروزماري ده حكايه لوحده، حكايه بقى. اه في زيته، وفي وفي اللي انت تستعمله بخور وكده، في اللي انت تستعمله اصلا زيت بتاعه للاعصاب والخشونه بتاعه الركب والمفاصل. ده ليه فوائد معينه برضه؟ اه الروزماري ده للشعر نفسه، اللي هو الشعر اللي بينزل، للتقصف للشعر وكده يعني. الروزماري ده للبقع اللي بتطلع في الوش وفي الجسم كمان. بيستخدم ازاي للشعر؟ اكيد الناس حابه تعرف. بيستعمل مع الزعتر المغلي بتاعه والزعتر، بس انا دايما يعني ايه، هو بيستعمل المغلي بتاعه مع الزعتر وكده بنغليه، ويستعمله طبعا اللي هو الست بتستعمله مده 10 ايام ورا بعض يعني، بس قبل ما تنام على طول، ما تستعملش اي شامبوهات ولا صابون ولا اي حاجه. فتستعمل روزماري والزعتر بس، هيجيب معاها نتيجه كويسه، وهتلاقي شعرها كويس وبدا فعلا يطول وكده يعني. انما لو استعملنا الزيت بتاعه، الزيت بتاعه مش محتاج بقى غالي وبتاع، بتستعمله هي اصلا جايه تنام وكده، والصبح بقى بتستعمل صحتها الطبيعيه عاديه يعني، بس برضه بتستعمله مع الزعتر مع زيت الزيتون. ده بالنسبه بقى للسيدات. في اي علاج تاني لاي حاجه تانيه؟ اللي هي للسيدات صبغه الشعر يعني؟ لا انا اقصد في اي فوائد تانيه؟ اللي هو روزميري؟ طبعا لو احنا خدنا الزيت بتاعه مع زيت الزيتون ودهنا اي مكان في الجسم في خشونه وكده، فهيجيب نتيجه كويسه طبعا. تمام. معلش استنى حضرتك بس، احنا معانا دلوقتي محمد من كفر الشيخ. الو استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، مع حضرتك الدكتور معاك. اتفضل يا حاج محمد، معاك استاذ محمد. يا باشا الدكتور مع حضرتك. الو معاك، اتفضل. طيب حاول بس توصل معانا تاني يا استاذ محمد. احنا كنا بنتكلم عن الروزماري. الروزماري ده احنا عملنا عليه حلقه، بس طبعا ده عايز حلقاته كده يعني. فده اصلا لو في ناس اللي هي كبار السن بيصابوا بمرض الزهايمر، فاصلا مجرد اللي هو ما يشم الروزماري ده الصبح وكده، فبيثبت الذاكره بتاعته. حتى الناس اللي هي الاطفال اللي هي راح امتحانات،
اللي هي اصلا افكارها مشتته، اللي هي اصلا عندها اجهاد ذهني، فبيستعملي الروزماري ده اصلا بمجرد اللي هو الاستنشاق الصبح كده، فبيعمل حاجه جميله جدا في للبيت كله، بيريح الاعصاب، مريح جدا، وحتى كويس للقولون. مش معلش دكتور، هو استاذ محمد راجع تاني معانا. معلش. الو. السلام عليكم. ايوه استاذ محمد، الدكتور مع حضرتك. اتفضل. بقول لحضرتك كان عندي غضروف يا دكتور. عندك ايه؟ الغضروف. اتفضل يا باشا، انت عايز اصلا حاجه ليه يعني؟ هي هو صح 20% بس 2% في الظهر. طب هو في انهي فقرات يا حاج محمد؟ الثالثه ورا بعضه. مأثرين على رجلك ولا حاجه؟ والله في تكميل بسيط كده يا دكتور. طب ماشي اتفضل. ماشي يا دكتور. لسه الأستاذة يمين بتسألني على الحاجة ديت، اللي هو أصلا الروزماري مفيد ليه يعني؟ إحنا أصلا لو خدنا أصلا الزيت بتاعه مع زيت الزيتون ودهنا بيه، يعني الحاج محمد دهن بيه ليلا وكده، هيخلصوا من الآلام ديت وكده. طبعا ما يعرض نفسه على أخصائي أو عشان يعمل أشعات كده، بس يعرف بس مدى الغضروف ده إيه، أو متضخم أو غير متضخم، أو إجهاد عضلي عادي، فلازم يعرف الحاجات دي. هو اصلا الاول الاصابه ايه؟ يعني الاصابه ديت مش يستعمل وخلاص، انا بقول له يستعمل اللي هو دوت عشان بيخفف الالام والالتهابات وكده، فهو هيخفف الالام والالتهابات، بس دايما يروح دايما يتجه للطبيب، يتجه يعرف الاول، لما هو الطبيب ده هو الواجهه بتاعته، هي المرايه بتاعته أكيد. اللي هيعرف اصلا ان هو مصاب بايه؟ ما هو برضه اللي استعمل الاعشاب ديت لازم يعرف عنده ايه؟ ما يستعملهاش وخلاص. بالظبط اكيد. ماشي؟ فانا بتكلم دلوقتي على الروزميري، فهيشيل الاول اللي هو الخشونه بتاعه الركب اللي هي الام المفاصل، هيجيب نتيجه معاك كويسه جدا، بس هو يستعمل الحاجه مظبوطه يعني. بالنسبه لحاج محمد فضل. معنا استاذ محمد من الجيزه. الو. الو. ايوه استاذ محمد. الدكتور حضرتك محمد من الجيزه. اهلا بيك، الدكتور مع حضرتك. اهلا بيك. دكتور انا عندي ركبتي وجعاني، بعرفش اقعد عليها، انا بعرف اثنيها واطول في القعده وكده. ماشي يا حاج محمد هجاوبك. لسه احنا بنتكلم دلوقتي على الروزميري، الروزميري ده اصلا احنا بنتكلم على سن الحمل، بس طبعا هو هيبقى بطل الحلقه برضه كلنا. فطبعا هو لو استعمل جاب الزيت بتاعه مع الخل اللي هو الروزميري، وجاب زيت الزيتون وكده، وعمل خلطه متجانسه من الاثنين وكده، واحد لواحد يعني، واحد الكميه متساويه، مش هقول له مثلا كميه على حسب ما يستعمل يعني، اتصور لو اتحط على بعضه مش هيجرى له حاجه يعني، بس يستعمل ليلا هو جاي ينام كده، دهن الركبه بتاعته ودهن اخر ظهره اللي هو المنطقه الاخيره في ظهره كده، فكده هيحس بتحسن. تمام. طيب نرجع بقى تاني لسن الحمل بقى، لسن الحمل الحلقه بتاعتنا عليه النهارده بقى. لسن الحمل ده، ما انا قلت لك حكايه لوحده يعني، وهو موجود. فانا قلت لك يعني الست الحامل اصلا لما اللي هي الوالده وكده، فبيجيب بيحد من النزيف الاول وكده يعني، فبيجيب نتيجه كويسه. وبالنسبه طبعا انت قلت التخسيس، فهو اصلا اللي هو الثمره بتاعته، فبيستعمله النغل بتاعها للتخسيس. وانا قلت بقى التخسيس ازاي يعني، برضو عشان ايه ما نظلمش العشبه، العشبه ديت مش بتشيل التخسيس بنسبه 100%، لازم اصلا اللي بيخس ده يكون عنده اراده، يكون فعلا هو عايز يخس وكده موجود. فعندك احنا بس عايزين نتكلم كويس قوي عن لسان الحمل، بس احنا معانا محبين حضرتك كتير بقى. اتفضلي. فمعانا استاذه مريم من القاهره. استاذه مي من القاهره. استاذه مي. الو. الو. اتفضلي معاكي. اتفضلي. دكتور مع حضرتك. اتفضلي. دكتور لو سمحت، انا شفايفي يا دكتور جافه ومتشككه جدا، فتمكن احضر وحاجات ثانيه برضه مفيش فايده. خلعت على الصوت شويه. معلش ممكن بس عايز صوت شويه؟ بقول لحضرتك. اتفضلي. انا والله قافلاه. بقول لحضرتك، انا دخلت على الهوا ولا لسه؟ اتفضل معاكي. معاكي يا استاذه، اتفضلي. ماشي، بقول لحضرتك شفايفي جافه جدا يا دكتور ومتشققه، استخدمت لها حاجات طبيه وحاجات طبيعيه ما فيش فايده. من الحاجات الطبيعيه اللي استخدمتها يعني مثلا فوزلين وزيت قروع مثلا. تمام. وزيت جوز هند وكده. عايز حضرتك تاخد حل الصراحه. طيب ماشي هجاوبك. ماشي اتفضلي. احنا لو خدنا اصلا لسان الحمل ده مع زيت الزيتون، وهي اصلا دهنت بيه ليلا، فده اصلا هيعمل، انا قلت لك ده التئام للجروح. يعني ده بيساعد، ما هو جروح الوش بالذات اللي هي المنطقه الحساسه. طبعا هو اصلا ايه، بصي الدم غير دار ومش سام، فهي تستعمله، لان اصلا حتى لو دخل على اللعاب مش هيجرى لها حاجه،
تمام. فهي بس يعني تحط عليه برضو بنسبه متساويه من واحد لواحد، يعني واحد لواحد عشان برضو الناس تبقى فاهمه النسبه تكون متساويه. فهي بس هتحط اصلا مع زيت الزيتون وتبدا تدهن بيه اللي هي المناطق اللي هي ديت، وان شاء الله هتلاقي نتيجه كويسه. هي اصلا ممكن تصبح صبح مش هتستعمل حاجه ثانيه. اتفضلي معانا استاذه ام مصطفى من بني سويف. الو، السلام عليكم. مساء الله وبركاته. بسلم على حضرتك وعلى الدكتور، وكنت عايزه اساله بعد اذنك، انا عندي 54 سنه وحضرتك في بعض التصبغات في وشي كده يا دكتور، وحاولت اعالج كتير قوي، وتقريبا انا كان في عامل وراثه، ان كانت اختي برضو كانت والدتي الله يرحمها برضو كان كده، فهل ممكن عامل الوراثه يبقى ليه اثر هو اللي بيعمل التصبغات؟ وقال في بعض التصبغات دي لونها ايه؟ لونها اسمر؟ ايوه، تصبغات سمراء لونها اسمر. موجوده فين؟ موجوده في القرى بين الحاجبين كده وفي الخدود يا دكتور. موجوده في الوجه كله ولا في جزء معين؟ لا بين الحاجبين كده في القرى وعلى في الخدود. خلاص هجاوبك. ماشي، اتفضلي. ماشي تمام، هنرد على حضرتك بس بعد الفاصل. اتفضل دكتور محمد، بقى جاوب لنا على سؤال استاذه ام مصطفى. فكريني بالسؤال، بتقول ايه؟ كانت هي بتتكلم عن البقع اللي في وشها. طبعا بس انا عايزه بس اقول لها حاجه الاول، انا هقول لها وصفه كويسه وهجيب معاها نتيجه. تمام. بس اصلا عايز تعمل، هي اصلا المفروض كانت تقول لي التحاليل اللي هي عملتها ديت اصلا بتاعه الطحال ديت اصلا مظبوطه ولا يعني بيفرز بطريقه مظبوطه وبيغير الدم كده ولا ده اصلا في مشكله فيه. بس انا هقول لها على وصفه تستعملها. انا قلت اصلا دايما الروزميري ده وزيت الزيتون بيعملوا معجزه للجلد، بيشيلوا اصلا اي لون مختلف من لون البشره. تمام. ماشي، مع استعمال، انا قلت استعماله ليلا وكده، فهيجيب معاها نتيجه هي اصلا ما تتوقعهاش. فهيجيب معاها نتيجه، بس طبعا بس اتاكد ان هي بس الدوره الدمويه مظبوطه عندها بس. بس يعني الاول لازم ترجع الاول تعمل تحليل. انا عايز اصلا اي حد يتصل يكون اصلا عامل تحليل وعارف عنده ايه. ما انا يعني بصي، العشاد ده مش بيتعالج كل حاجه، عشان ما تيجيش تقولي انا عايز اتعالج وانت مش عارفه، ممكن اصلا يختلط عليك الامر يكون عندك حاجه وانا بعالج حاجه ثانيه خالص، ما مش هجيب معاكي نتيجه. دام الاعشاب ديت المفروض اصلا موجوده، انا اعرف انت عارفه، انت عرضتي نفسك على تحاليل على دكتور وعارفه اصلا عندك ايه، بس انت عايزه تهربي من العلاج عشان اصلا الاعراض الجانبيه وكده، فانت بتروحي بتاخدي بقى الطريق اللي هو العشب وكده. ماشي، بس انت تكون اصلا عارفه عندك ايه، يعني انا هعالج حاجه وهي اصلا ممكن تكون يعني اختلط عليك الامر. ماشي بالظبط. ماشي تمام. طيب دكتور، هو في ليها علاج لدغات الحشرات؟ طبعا، اصلا حضرتك اصلا ده بيخف اصلا من لدغات الحشرات وكده، وبالذات اللي هي لدغه النحل وكده. هي اصلا الورقه بتاعتها مجرد انت ما هتحطيها على جرح او لدغه حشره هتشيله. بص، مفعولها سريع جدا وكده، يعني طبعا بتجيب نتيجه كويسه، ولدغه الحشره بالذات وكده بتعمل اصلا الم شديد وكده. مجرد ما يحط الورقه خلاص الموضوع انتهى، كمفعول السحر اللي هو لسان الحمل ده. تمام. طيب في حاجه ثانيه عن لسان الحمل ليها فوائد ثانيه؟ احنا قلنا اصلا الست، بالنسبه للست اللي هي اصلا اللي هي الوالده وكده، في بيشيل هو الالام بتاعتها وكده، ونزلات البرد اللي هي موجوده. الزيت بتاعه طبعا دوت قلنا بيشيل اللي هو الشعر اللي هو اصلا موجود، اللي هو زي بس ازاي تستعمله؟ يعني مثلا انت حضرتك المفروض تساليني ازاي اصلا تعمل الحاجات ديت. ما هو ممكن طبعا هتجيب الزيت ده وتحطه جنبها وخلاص، ولا هتعمل بقى ايه، ولا هي لا، هي طريقه الاستعمال مهمه جدا. لان طريقه، يعني انا اتكلم عن العشب بس، طريقه الاستعمال ازاي؟ ماشي. ما انت ممكن تعرفي، انا ممكن اتكلم كلام في منتهى الجمال وانت هتسمعيني، ماشي، بس طبعا مش هتستفادي مني حاجه. استفاده امتى؟ اللي انا اقول لك ده بيستعمل ازاي وده مفيد لايه وتستعملي ازاي بالطريقه الصحيحه. فاحنا هنتكلم مثلا على ايه، على اللي هي مثلا ذات الست اللي هي اصلا والده ديت. ماشي، طب هتستعمله ازاي؟ بتاخدي اللي هو المنقوع بتاعه اللي هو الورق ده، وبتغليه وبتبدا تشرب منه الصبح كده على طول، يعني بتفضل تشرب. هو اصلا لما ينزل الميه بتاعته اللي هو المنقوع بتاعه، فهو فعلا بيعمل عمليه تنظيف كامله، وهو كمان مضاد للالتهابات، فبيشيل الالم بتاع الرحم وانقباض الرحم، بيريحه كده. غير كده اصلا مسهل، يعني اصلا بيفك اللي هو الناس اللي عندها امساك. طبعا في ناس بتشتكي من امساك يعني بطريقه جامده موجوده عندها على طول، فالعشبه ديت بتعمل لا طبعا. عشان كده قلت لك بيستعمل في التخسيس. انت هتاخد بس انهي جزء من العشبه؟ الجزء اللي هو اصلا اللي هي الثمره بتاعتها اللي هي قدام ديت. دي اللي هي الثمره دي، الثمره ديت دي موجوده ديت اهي.
عايزين بس نوريها. الثمره ديت هي موجوده ديت دي المغلي بتاعها اللي هو بيستعمل في عمليه انقاص الوزن. تمام. بس انقاص الوزن بالطريقه اللي انا قلت عليها عشان بس ما نظلمش. بالطريقه الصح يعني اكيد. بس على استعمال الرياضه والاعتدال في الاكل. ممكن بس حضرتك توري لنا بس شويه موجودة عشان الناس بس تشوف الجزء ده الجزء اللي بيستعمل التخسيس المغلي بتاعه بيستعمل هي الثمره بتاعته بيستعمل منقوع اللي هي بتتغلي وتشرب الصبح كده للناس اللي هي اصلا عايزه تنزل وزنها واللي عندها امساك. تمام. عشان طبعا الامساك ده مشكله كبيره يعني بيعمل اصلا بواسير وبيعمل اصلا مشاكل جامده. يعني الجزء ده هو اللي بيحل المشكله دي تماما. بيحل مشكله الامساك. تمام. بقيه النبته وكده الورق بتاعها بقى بتستعمليه على حسب المرض يعني وهو اصلا كده كده مفيد يعني. لما ياخد المنقوع بتاعه بينزل طبعا هو اصلا من يعني مضاد اللي هي الالتهابات الداخليه اللي هي السموم مخلص السموم قاتل للبكتيريا فهو طبعا لسان الحمل ده حاجه عظيمه يعني. طيب يا دكتور هنطلع بس فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. دكتور محمد في علاج للسكر نقدر نقول ان لسان الحمل يقدر يعالج السكر؟ طبعا لسان الحمل ده بيقلل نسبة الجلوكوز في الدم وكده طبعا الدم بيقللها فبيعالج السكر وكمان مفيد جدا للكوليسترول للناس اللي هي كوليسترول في الدم وكده فطبعا تقريبا بنهيب نسبة كبيرة يعني وهو علاج فعال انا قلت لك الجسم كله يعني مريض السكر ده لما يستعمله اصلا الصبح وكده بيشرب مثلا منه مع ورق التوت وكده فهيجيب معاه نتيجه كويسه خالص يعني بيجيب نتيجه لان الاثنين مع بعض بيعملوا اصلا الموضوع اللي هو تصدي الجلوكوز وكده فبيجيب نتيجه فعاله فعلا لمرض السكر بحيث بتحسن يعني بس طبعا مريض السكر ما يسيبش غير لما يعمل يبدا يعمل تحاليل ويقيس وكده فعندما يلاقي العمليه ظبطت معاه فخلاص ممكن يستغنى عن بس الاول عشان ما يحصلش بس اضطر ما يستعملش اي عشب ويسيب العلاج بتاعه احنا بنقول للاعشاب ياخد المعدل بتاعها وياخد المعدل ويبدا ايه يشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي يعني فضل بدل يقل يعني بدا ينزل يعني السكر ده بدا إيه مثلا السكر عنده مثلا 200 400 طب لما استعمل العشبه دي تنزله يقلل اصلا من الجرعه اللي هو بياخدها وكده لان الدنيا تظبط معاه يعني. تمام. طيب يا دكتور هو الروزماري نقدر نقول انه يقدر يعالج الكانسر؟ هو اصلا اللي هو الكبدي والمثانه هو اصلا فعلا علاج فعال للاثنين وكده وبيجيب نتائج عظيمه جدا في ابحاث معموله اصلا على الروزماري دوت من الحاجات اللي هي موجوده فيه اللي هي المواد الفعاله اللي هي موجوده فيه ديت فعلا اثبتت الدراسات وكده ان هي فعلا معالجه بطريقه فعاله وبطريقه قويه للكانسر اللي هو موجود على الكبد وموجود في التهاب البروستاتا يعني دي علاقه كبيره بالعلاج الكانسر. هو اصلا بصي هو ده بصي حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها طبيعيه بتشيل اللي هي السموم الداخليه يعني مش يعني ما هو اصلا التسمم ده التسمم الدموي ما هو موجود ما هو ده كلها امراض فهو مجرد هي اصلا ما بتشيل التسمم الدموي ده طبيعة المريض بيقدر يبدا تحاليله ويبدا فعلا يشوف بيتحسن انهي منطقه في الجسم كده ويتفاعل معاها يعني دايما بص انا اقول لك على حاجه احنا بنتكلم على العشبه. تمام. انت حضرتك بتستعمليها وتشوف اصلا هي هتناسبك في ايه يعني هي مفيده ليكي في ايه يعني انا بتكلم مثلا بقول هي بتعالج مثلا روزميري بتعالج كذا حاجه لسان الحمل ده بيعالج كذا حاجه ورق السدر بيعالج كذا حاجه. تمام. اي عشبه في الدنيا ما انا قلت لك ليها كذا حاجه للعلاج يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق يعني كل داء وله 1000 دواء فاحنا بنستعمل الدواء اللي يناسبنا احنا. تمام. بنستعمل الدواء هو اللي يناسبنا يعني مش كل حاجه ايه يعني ممكن اصلا ربنا خلق الاعشاب ديت اصلا علاج للانسان وغذاء للانسان موجوده في كل مكان والروزماري ده انا قلت لك موجود في مصر في مناخها معتدل وفي جواها الجميل ده وكمان شتوي احنا قلنا عشان احنا داخلين في الشتاء وهو اصلا شتوي بتلاقيه اصلا يعني موجود بطريقه غير عاديه الناس اصلا مش عارفاها فبتشيله وترميه على الطريق يعني هي مش عارفه اصلا يعني ايه اللي هو لسان الحمل ده فاحنا بنوري لهم بنقول لهم لا الحاجه دي مفيده الحاجه دي مفيده للستات الحاجه دي مفيده لنزلات البرد الحاجه مفيده للست اللي هي والده الحاجه مفيده دي لنزلات الحشرات الحاجه دي مفيده لمرضى السكر الحاجه دي مفيده للكوليسترول الحاجه دي اصلا مفيده لحموضه المعده الحاجه ديت اصلا بتتعمل اللي هو اصلا مصانع الحلويات بتستعملها في الكيك يعني في بتتحط في الحلويات وكده الحلويات طبعا فهي الستات استخدام تاني بقى ده انا قلت لك الشركات المفروض اصلا تبص على الحاجات ديت وتبدا تستعملها هنا احنا والله عندنا كنز هنا في مصر وكده حاجات كتير قوي في النباتات فعلا والاعشاب
ما انت اصلا يعني ايه الحاجات العشبيه ديت؟ احنا بنقول ان مثلا الشركات دي تعمل منها شاي يعني زي اليانسون زي الكراويه تعمل، وناس تبدا تاخدها، فمنها شاي ومنها علاج. تمام. انما اصلا المشكله ان موضوع مهمل تماما يعني، فاحنا بنبين للناس الحاجه ديت وان والله دي مهمه وما ترموهاش ومفيده للانسان، من فيها مواد يعني لا تعد ولا تحصى، ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا، فمش عايزين نضيع النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لنا يعني. اكيد. طيب دكتور، في اي اعشاب تانية حضرتك تقدر تتكلم عنها؟ في حاجات كتير طبعا، احنا اتكلمنا اصلا قبل كده عن ورق السدر، واتكلمنا عن شوك العقول. شوك العقول ده اصلا يعني نبات بيشيل حصوات الكلى تماما. شوك العقول ده نبات كويس اصلا للناس اللي هي اصلا عندها التهابات وتوتر او وسواس قهري وكده. شوك العقول ده مفيد اصلا لمرض اللي هو الناس المصابه بالتهاب المراره وحصوات المراره. شوك العقول ده للناس اللي عندها قولون عصب، وده مرض العصر اللي هو موجود طبعا. يعني اي حد دلوقتي مرض ممكن صعب ده. ممكن تلاقي مثلا عند كتير قوي من الناس يعني، ما ممكن كتير جدا طبعاً نسبه كبيره قوي. ممكن تلاقي اصلا واحده مثلا سنها صغير وعندها قولون عصب. فطبيعي ده اصلا ده مرض العصر، اذا كان مثلا صغير في اي سن يعني ما عادش مرتبط بسن معين. هو تقريبا نسبه الناس اللي سنهم اصغر سنهم صغير بيبقى عندهم قولون عصبي كتير جدا. هو بس بيفكروا في الجواز والحاجات دي بس. لا لا. فعشان كده دايما متوترين. هو بيجي من يعني التوتر وال صح؟ القولون العصبي ده اصلا بصي هو ارهاق ذهني عامه في الاول وفي الاخر يعني. الانسان اصلا بص ضغوط الحياه وهي بتجيب التوتر وهي بتجيب القولون العصبي يعني طبعا. فالانسان المستريح اكيد يعني ممكن القولون العصبي ده بيكون اخر حاجه هو يفكر فيها يعني. اتفضلي. تمام. ايه تاني؟ احنا مثلا بنتكلم مثلا ايه على اللي هو قلنا عروس ماري ده اللي هو الحاجات الزيت بتاعه بيفيد اللي هو اللدغات اللي هي الالوان المختلفه في الجسم، اللي هي مثلا لما الستات دايما بتشتكي من بقع حمراء، من بقع مثلا متلونه. بتلاقي كده ممكن تستعمل اصلا ماسكات للوش وكده، تتحط عليه حاجات تانية وتعمل ماسك للوش. يعني ماسك الوش دوت بيشيل اللي هو الحبوب والتجاعيد اللي هي موجوده، بيشيل السمار اللي هو موجود اصلا تحت العين وكده. والله احنا الطبيعه ديت ما في اجمل منها، بس احنا اصلا نستعملها صح وكده يعني. تمام. فاحنا اصلا بنتكلم دلوقتي بالنادي اصلا الشركات وبنقول لهم يا جماعه والله لسان الحمل ده مفيد للامساك ومفيد لمرضى السكر ومفيد. بس معانا مداخله استاذه شيماء من اسكندريه من الشرقيه. الو اتفضلي يا فندم. الو ايوه الدكتور مع حضرتك. الو معاك اتفضلي. عايزه الدكتور محمد. الدكتور مع حضرتك. الو اتفضلي. أيوة يا فندم الدكتور معاكي. دكتور اتفضلي سامعك. لو سمحت يا دكتور كنت عايزه اسالك على، انا عندي عسر الهضم وكده فعايزه علاج لكده. تمام تمام هجاوب. تمام شكرا. شكرا شيماء. ماشي. عسر الهضم ده يعني دايما اصلا بنتكلم على ورق السدر. ورق السدر ده كويس لعسر الهضم جدا، لان اصلا بيشغل المراره فبتنزل اللي هي الماده اللي هي الصفراء، فبتعمل عمليه الهضم تكون مكتمله وكده. فدايما اصلا انا متاكد ان هي عندها حموضه، ارتجاع مريء وحموضه وكده يعني. فاحنا لسه بتتكلمي حضرتك عن اللي هي الاعشاب اللي هي مفيده للانسان. الاعشاب دي كلها مفيده، فهنتكلم على الجزئيه اللي اتكلمت عليها الاستاذه شيماء وكده. بنقول اصلا اللي هي اصلا عسر الهضم ده تستعمل بس ورق السدر، هو تاكله اخضر عادي وهتجيب نتيجه معاها في خلال اقل من 5 ايام كمان، بس دايما تاخد العشبه على بطن فاضي فهتجيب معاها نتيجه كويسه. طيب دكتور في اي اعشاب للاضطراب مثلا او تهدئه الاعصاب مثلا؟ الروزماري، الروزماري دوت اصلا مهدئ جدا للاعصاب. انا قلت لك في المانيا في امريكا في البلاد اللي هي اصلا عارفه قيمته ديت بتزرعه في مداخل الشركات في مداخل المدارس في مداخل الجامعات، اللي هو اصلا لو انت شميت حضرتك الروزماري ده هتلاقي اصلا له ريحه عطريه جباره، فده من رايحين الدنيا، فبهدئ الاعصاب خالص، بيشيل نسبه التوتر كامله والتشنج كمان، وغير كده بيثبت الذاكره، بيخلي الذاكره اصلا قويه جدا، ذاكره حديديه طبعا. واحنا قلنا بنستعمل حتى مرض الصرع كمان لو استعمل زيت بتاعه على خل التفاح فبيجيب معاه نتيجه كويسه. تمام. طيب في اعشاب تانية؟
في حاجات كتير نتكلم إيه مثلاً؟ عنها. هو اكيد اهم حاجه عندنا التخسيس، غير بقى لسان الحمل في حاجه تانية؟ ما هو التخسيس ده ما قلت لك مرض راس، التخسيس ده ممكن فيه 1000 وصفه ماشي. ممكن اصلا حضرتك تبص تلاقي المطبخ بتاعك مليان اعشاب وكلها للتخسيس. تمام. فانت اصلا من كتر الاعشاب ما موجوده انت مش هتستعملي حاجه. تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي كل واحد ياخد الحاجه اللي تناسبه، بس اصلا دايما انا قلت اللي هو بتاع التخسيس ده يحلل غدد هرمونيه ويشوف اصلا نسبه التوزيع الدهون عنده عامله ايه، يبدا اصلا يستعمل الحاجه اللي تناسبه. ما يجيش مثلا يعني في حاجات اصلا اقول لك على حاجه، اولا التخسيس ده ما ينفعش للست المرضع اللي هي بترضع كده. معلش يا دكتور، انا اسف، معانا مداخله بس مصطفى من الشرقيه. الو الو اي مصطفى. الو الدكتور، مع حضرتك. ممكن اكلم الدكتور؟ اه دكتور، مع حضرتك. مصطفى. يا دكتور اتفضل. ازيك يا دكتور؟ حبيبي ازيك. بقول لك يا دكتور، هو العشب ده ينفع لمرضى السكر؟ طبعا. ينفع لمرضى السكر العشب ده؟ العشب ده جميل لمرضى السكر لان اصلا بيقلل نسبه الجلوكوز وكده في الدم، فبالتالي بيفيد مريض السكر. بس المغلي بتاعه يعني انت تجيب اللي هو المغلي بتاعه الورق بتاعه وتبدا تغليه اخضر او تنشفه مش هتفرق بقى، بس مريض السكر يشربه كل يوم الصبح ويبدا يقيس اللي هو السكر ويقيس اللي يعني السكر ده بيقل مع العلاج. يعني هو عارف مثلا بياخد العلاج يبقى منسوب السكر عنده سين يعني رقم معين، فطب لو خد اللي هو اصلا لسان الحمل ده وقل فيبدا يقل من الجرعه اللي هو بياخد منها، وده انه لما عند ما يظبط مستواه ويشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي. تمام. طيب يا دكتور، في اي اعشاب تانية بقى حضرتك تقدر تتكلم عنها؟ في حاجات كتير، ما انا اصلا عايز اعرف حضرتك انت العشبه دي اصلا يعني ايه وانا اتكلم يعني الاعشاب دي في اكتر من 3000 عشب، طب اتكلم عن انهي عشب فيهم؟ اتكلم مثلا يعني مثلا شيح البابونج ده احنا نعمل عليه حلقه كامله ماشي. شيح البابونج ده اصلا مريح للاعصاب ومقوي جنسيا وقاتل للبكتيريا. وانا قلت لك المرمريه طبعا ديت اصلا الناس بتاعت التخسيس بتستعملها دايما وموجوده دايما وكده، بس بتروح. عندك انهي عشبه وانهي مرض؟ ما احنا قلنا خلينا نتكلم مثلا عن الكانسر. ما هو ده قلنا الروزماري. الروزماري في حاجه ثانيه غير الروزماري؟ انا ده الروزماري دوت هو اللي اثبت فعاليته كده في العلاج ده، فعلا بيجيب نتائج كويسه. هو يجرب يعني دايما اللي هو المريض اللي هو كانسر ده يجرب الروزماري ويشربه، بس يشربه فتره يعني مثلا يبدا شهر كامل يشربه الصبح، يعني يعمل الكوبايه الصبح وكوبايه قبل ما ينام وشوف الدنيا هتمشي معاه ازاي، ويبدا مع الشرب ده يبدا يعمل التحاليل بتاعته ويشوف فعلا النسبه عنده بتقل ولا النسبه هي هي. تمام. طيب دكتور، كلمه اخيره كده حضرتك تقولها للناس ومحبينك. عن الاعشاب، الاعشاب ديت جنه الله في ارضه، دي سر من اسرار الطبيعه. عاوزين نحافظ عليها ونستعملها بالطريقه الصحيحه. عاوزين اصلا مصر دي اجمل بلد في الدنيا مناخها وكده، فطبعا بتطلع اجمل نباتات واحسن نباتات وكده، فعاوزين نستعمل النباتات دي صح. بنوصي الناس اللي هي اصلا بتاعت العطاره يعرفوا يذاكروا شويه ويعرفوا الماده الفعاله بتاعت الحاجات ديت ويبداوا يدلوا الناس صح. لما الراجل يروح يشتري، لانه بيثق في العطار جدا، العطار بالنسبه له الدكتور والصيدلي وكده، فبيبدا اصلا يبص للعطاره ديت اصلا اللي هي بيروح وواثق فيه تماما. الراجل لازم يكون عنده علم، ما يبيعش وخلاص عشان يعني يتقي الله في الناس ديت وكده، عشان بتدفع فلوس. فسبب اصلا ما حكمنا بالاعشاب بالاعدام اللي هي اصلا الناس بتاخد الاعشاب وبتهملها تماما، لان اصلا الطريقه اللي بتاخدها بيها طريقه غلط. تمام. دكتور، لو قلنا في مثلا روتين يومي تنصح بيه المشاهدين انه يستخدمه من الصبح مثلا بالليل، روتين يومي اعشاب يبقى احسن او اعشاب؟ اكيد الاعشاب ديت اصلا لو هو يستعمل، فانا صاحب روزماري، الروزماري ده يستعمله اصلا في اكله وفي شربه وفي يحطه في البلكونه يشمه، لان هو اصلا مفيد لي طول النهار وكده. يعني يبدا اصلا ده يعمل شاي، انا قلت لك حضرتك الحاجات دي تتعمل شاي، فبدل ما يشرب شاي يعمل له اصلا عمليه امساك ويعمل له مشاكل وكده، فيبدا يدور على بديل للشاي ده، الشاي اللي هو العشبي، وهيجيب معاه نتائج كويسه. ايه تاني يا دكتور طيب ننصح بيه كروتين يومي غير الروزماري؟ الروتين اليومي ده موجود، ما انا قلت لك حضرتك الرياضه، يعني دايما الانسان يمارس الرياضه، وعشان اصلا الرياضه ده طول ما انت بتمارسها انت انسانه قويه، انسانه ما عندكيش ضغوط، يعني هي بتخاف من ضغوط الحياه، بتقوي العضلات بتاعتك، بتكون الحاجز الاول للمرض قبل الاعشاب. بعد كده يبدا يستعمل الاعشاب اللي هي الصح ليه، اللي هي المفيده ليه، يشوف اصلا انه عشب هيفيده، يعني هو عنده الاول قلنا عنده ايه من نتيجه تحاليل او نتيجه كشف كده، يبدا الدكتور يحدد له عنده ايه ويشوف الماده الفعاله اللي هي موجوده في الدواء
ديت في انه عشب ويبدا يستعمل العشب نفسه، لان الماده الفعاله بتكون اصلا طبيعيه موجوده، يبدا اصلا يستعملها. كل الناس اصلا قلت لك تدور على اللي يناسبها، ما تاخدش اي حاجه. يعني انت مثلا ايه، ما تجيش تقولي مثلا واحده خست فانا هستعمل اللي هي استعملته، لا، الجسم غير بعضه. لازم هي تعملي التحاليل بتاعتك مظبوطه، ابداي استعملي الحاجات بتاعتك اللي هي المناسبه ليكي، ما تستعمليش حاجه على السمع، لا، تستعملي حاجه اللي هي فعلا مفيده من خلال التحاليل، من خلال اللي كشف الدكتور، اللي هي الحاجات اللي هي المفروض انت تعمليها، لانك دي المرايه بتاعتك اصلا، فبدا تستعملي عشان تستعملي صح، وعشان العشاب ما احنا مش عايزين نحكم عليها بالاعدام قلت لك. فاصلا العشب ده اذا كان مثلا لسان الحمل، اذا كان روزماري، اذا كان حصل اي عشب في الدنيا فهو مفيد للانسان، ربنا خلقه اللي هو للانسان كعلاج من الف، يعني من 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 الاف مؤلفه من السنين وكده، هو اصلا موجود للانسان قبل الانسان ب 130 مليون سنه موجود العشب ده. فربنا لما خلق الانسان خلق ليه الداء والدواء، فخلق الاثنين موجودين مع بعض في النبات. طيب دكتور، هو في مثلا اعشاب ممكن تتعارض مع بعضها؟ يعني مثلا لو استخدمنا عشب مع عشب تاني في نفس الوقت، او ده يقدر مثلا يحصل فيه تعارض او مشكله؟ الاعشاب كلها اصلا في اعشاب منها خطيره وممكن تصيب تسمم وممكن تعمل عمليه وفاه، وفي اعشاب ملهاش اعراض جانبيه. فاحنا اصلا دايما مين بقى اللي عنده يقول لك الكلام ده؟ ان الراجل اصلا اللي هو اصلا عارف، يعني ادرى واحد بالماده الفعاله. الماده الفعاله ديت اللي هي موجوده في الادويه، الراجل عارف الماده الفعاله دي بتفيد انهي جزئيه من الجسم، تمام؟ ما فيش حد يستعمل حاجه خلاص اللي هي مجرد مثلا ايه، يعني ما في حاجه اسمها الدفله كده للمريض، القلب لما يستعملها بجرعات معينه فهي بتنقذه من الموت، بس لو استعملها بطريقه غلط فهي بتكون سبب موته، تمام؟ فاصلا الاعشاب ديت مش اي حد يستعمل، دايما الخبير في الاعشاب او العطار اللي هو الشاطر، فالواحد بيساله يعني اللي هو عنده علم زي ما نقول، فبيقول له مثلا الحاجات ديت مفيده، الحاجات ديت طب ناخدها ازاي، طب بتتعرض ازاي، مع يعني الحاجات دي متعارضه مع بعض. يعني بتاع التخسيس ده ممكن مثلا يجي يستعمل يعني حاجه للنحافه وحاجه للتخسيس الاثنين في بعض، هو مش هيخس لان في ده حصل تضارب مع الاثنين. مريض مثلا الضغط يعني. مثلا الضغط اللي هو المرتفع والضغط المنخفض، ينفع الاعشاب دي دي ليها حاجه ودي ليها حاجه، تمام؟ مريض مثلا اللي هو التشنجات العصبيه وكده، واللي هو المريض اللي هو الوسواس القهري، برضه في حاجات بتريح وفي حاجات بتهيج الواحد وتخليه مثلا ترفع اللي هو الطاقه اللي عنده كده. الانسان منه عباره عن طاقه ايجابيه بس يستعمل حاجه مظبوطه. طيب دكتور محمد، حضرتك شرفتني جدا جدا، وبشكرك على النصايح طبعا، وان شاء الله نشوف حضرتك في حلقه قريبا يعني. شكرا استاذه ايمي، وانا سعيد بيكي وبلقائك. ميرسي جدا يا دكتور. اتفضلي. شكرا حضرتك. تمام، شكرا جدا. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده، وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده.